حلو حلو، برافو سندس، برافو. الحين كم دعوة وصلنا مرسلين للحين؟ 300 دعوة لأهم رجال الأعمال يا طول العمر. زين زين، وركزتوا على هذولي المترددين اللي ما بعد اتخذوا قرار؟ طبعا تفوتني ذي. أقول لك يا طول العمر، هذه الحفلة إن شاء الله راح تحسم لك كل القرار، بس بالك البيرك، قول يا رب. بإذن الله. وعلى فكرة في شيء ثاني وريني. إيه؟ عليك جاسي. السلام عليكم. رحيم بدر، أنت جايبك هنا وش قاعد تسوي؟ اهدي اهدي سندس، جاي أتكلم مع عمي أبو فايز. عمل اللي يعميك، شو دخلت مكتبي أنت؟ ليش ليش؟ جاي أتكلم معاك لحالنا، راس براس يعني. ما بيني وبينك كلام، انقل انقل اطلع برا. لا بيننا كلام، ايش دعوه عمي؟ سندس قولي شيء تكلمي. طيب سندس، بس سندس جايبك هنا ايش قاعد تسوي؟ وش شيء؟ جاي اقول الحقيقه، انا الان رجل محترم ويعتمد علي واملك فندق واحب بنتك. لا 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 مستحيل. الله يسامحك يا عمي، تبي تضربني عشان قلت الحقيقه؟ انا وايمان نحب بعض، ليش مكبر الموضوع؟ لا تشدها، وأقرب وقت أنا أقدر أخطبها منك، أبجي أخطبها وأدخل البيت من الباب ويصير الموضوع برضاك، أحسن ما يصير غصب. ما أذبحه ذا يا أبو فايز، أذبحه. ما تذبحه، أذبحه. هذا بزر، هذا ما يعرف يسولف. سكيورتي. لا وش سكيورتي؟ مع سكيورتي أنا اللي بطرد برا. أنا ليش ليش تطرديني؟ أنتم ليش ما تقدرون مشاعري؟ كلنا رجال أعمال وكلنا بنفس الطبقة وكلنا نحب. طبقة إيش؟ مش برا. اطلع برا. كلنا رجال أعمال عليك يا السفله.